السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الحارس يحييكم من تورنتو كندا. معانا المناضلة الصغيرة بنتنا سناء عبد الرحمن عبد الله البالغة من العمر 12 سنة، كندية من أصول سودانية، مولودة وتربت في كندا لكن ما زالت فيها الدم السوداني. وبتحييكم ونسمع منا الحاجة دار تقولها. السلام عليكم. أنا سناء بكر عبد الرحمن عبد الله أحمد، وأمي مروة محمد أحمد إبراهيم. أنا مولودة هنا في كندا لكن أنا عشت في السودان مضاد السنين، وأنا أتمنى لأخواني وأخواتي هناك في السودان أنه يعيش حرية أنا اللي عشتها هنا في كندا، ويكون عندهم حرية ومدنية. في 19 ديسمبر في الثورة الثالثة من الثورة السودانية، والحكومة ناس قطان وحبيتي لازم تجي تنازل علينا عشان نحن نعيش حرية وسلامة نحن اللي عايزينها. شكرا لك بنتنا سناء، ربنا يحفظك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا بنتنا.